الحدود، ونختم مع الوضع الإنساني للاجئين مع مفدى سلطان البادي على الحدود البولندية الأوكرانية. إليك سلطان، كيف هو الوضع اليوم؟ نعم يوسف، يوم البارحة شهد زيادة كبيرة في عدد اللاجئين الذين قدموا عبر المعابر المختلفة عبر الحدود البولندية الأوكرانية. نتحدث عن 25,000 لاجئ قدموا إلى بولندا باحثين عن مناطق آمنة، وكذلك عن يعني الوجود كذلك في دول الاتحاد الأوروبي وانتقالهم من هذه المحطات المختلفة إلى الداخل الأوروبي. ويعني هذه الزيادة شهدت بنسبة 25% تقريبا عن اليوم الذي سبق يوم البارحة، الذي كان هناك قرابة 20,000 لاجئ دخلوا الحدود البولندية الأوكرانية. يوسف، كذلك يعني هنا بدأت ونشاهد في هذه اللحظات السلطات البولندية بدأت بالاستعداد، خصوصا بعد الأخبار التي تم يعني اليوم نقلها من ماريوبول، وبأن عمدة ماريوبول يتوقع بأن خروج 6,000 مدني خلال 50 حافلة خلال هذا اليوم. سينتقلون ممكن بعضهم إلى الباحثين عن الدخول إلى الاتحاد الأوروبي، وستكون أكيد البوابة الأهم هي بولندا. فاليوم السلطات البولندية بدأت استعدادها لموجة جديدة، وكذلك يعني إضافة إلى ذلك هناك أخبار عن يعني وزير الخارجية الأوكراني والأمين العام للأمم المتحدة كان يناشد بهدنة لمدة 4 أيام لإجلاء المدنيين من أوكرانيا، خصوصا من مناطق في شرقي أوكرانيا. يتوقع في حال تم الموافقة على هذه الهدنة أن تشهد بولندا أعدادا كبيرة في أعداد اللاجئين القادمين إليها في موجة جديدة من اللاجئين. كذلك تم العمل في بناء مدينة للحاويات من الجانب البولندي في مدينة لفيف، تم تأسيسها بكامل المعدات والاحتياجات الأساسية. في حال بعض اللاجئين لم يستطيعوا الدخول إلى بولندا، يستطيعون كذلك المكوث في مكان آمن في لفيف، هذه المنطقة التي تم تأسيسها بالكامل على نفقة السلطات البولندية. شكرا جزيلا لشبكة مراسلينا مفدنا إلى الحدود الأوكرانية البولندية سلطان البادي.